أن هذا قد ينقلب ويأتي بعكس ما تسعى به الإدارة الأمريكية، لأن الإفراج عن 5 سجناء وكذلك 6 مليارات دولار هذا أمر ليس بالصائب، فهو سينتهي في جيوب الحرس الثوري الإيراني، وهذا الحرس الثوري سيقدم للنظام أموالا أكثر لتمويل الوكلاء في الخارج مثل حزب الله والحشد الشعبي، وأموالا أكثر كذلك لتابعين لإيران. ولذلك لا أعتقد أن هذا بالقرار الصائب، لكن هذا هو هدف هذه الإدارة، ولا أعتقد أنه سينفع.